لنقاش آخر تطورات في فلسطين. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المختص بالشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك. بداية، كيف تعلقون على اعتقال والد وشقيق المشتبه بتنفيذه عملية سلفيت وتفجير محال تجارية أيضا في الضفة الغربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السياسة الرسمية المتبعة من قبل حكومة الاحتلال في السنوات الأخيرة تجاه المقاومين، وهي العقاب الفردي للمقاوم وأسرته من خلال هدم المنزل والاعتقال المقربين وإتلاف الممتلكات في إطار سياسة تسمى حصر المواجهة في بؤرة صغيرة كي لا تمتد إلى باقي الضفة الغربية. كانت سابق قوات الاحتلال تفرض منع التجول على البلد بالكامل أو على المحافظة لعدة أيام، وتمنع الناس من الذهاب إلى العمل وإلى الدراسة وما إلى ذلك، وكان هذا يوسع حالة المواجهة مع الاحتلال ويخلق ردة فعل بعكس ما يريد الاحتلال. ولكن بعد الدراسات واستخلاص العبر قرروا بأن يركزوا الجهد باتجاه أسرة منفذي العمليات، أسرة الفدائيين وأسرة المقاومين، وبالتالي يقومون بهدم البيوت واعتقال ذوي الأسير وإبقاء الحياة تسير كما هي. يذهب الناس إلى عملهم والطلاب إلى مدارسهم، وبالتالي يحولوا بين أو يفصلوا بين العائلات المقاومة وبين المجتمع. هذا أسلوب واستراتيجية متبعة لمنع اندلاع انتفاضات ونتيجة دراسة الحالات السابقة. انطلاقا من ذلك، إلى أي مدى تظن أن قوات الاحتلال ستحد من المقاومة بمثل هذه الإجراءات الانتقامية، سواء من أسر المنفذين أو محيطهم أيضا؟ هو بصراحة حتى هذه اللحظة تنجح سلطات الاحتلال، طبعا بتعاون السلطة الفلسطينية، بإقناع الناس، باقي الناس، بعدم الاحتكاك وعدم التحول المقاومة إلى مقاومة شعبية. ما زالت ما يجري هي مقاومة حقيقية، لكنها مقاومة ممكن الوصفها بالفردية، لأنه مجموعات صغيرة وأفراد يقومون بعمليات ويتم محصر العمليات فيهم وفي عائلاتهم. هذا يعني أن هناك حالة مقاومة لدى الشارع الفلسطيني، لدى الفلسطينيين، لكن ينجح الاحتلال بحصر هذه الحالة في المقاومين وعائلاتهم وعدم تحولها إلى هبة جماهيرية واسعة كما كان يحصل في الانتفاضات السابقة. لكن إلى أي مدى سينجح، إلى أي مدى يستمر هذا النجاح، هذا سؤال آخر. أعتقد أن الواقع يشهد بأنه كلما ظنوا بأنهم أنهوا عائلة مثل عائلة علاوني قبل فترة أو عائلة البرغوثي، سيخرج لهم أبو ليلى كما خرج أول أمس. وهذه الإجراءات التي يقومون بها ليست رادعة تجاه الفلسطينيين، صحيح لا تنتشر في كانتفاضة شعبية، ولكن عمليات المقاومة تستمد من بعضها البعض القوة، ويتعلم الشباب البطولة من بعضهم، وكلما استشهد واحد أو اعتقل واحد يخرج غيره. ربما نتحدث كذلك من ناحية الدبلوماسية، تزامن ذلك كل هذه التطورات تزامنت مع زيارة وفد المخابرات المصرية لقطاع غزة. كيف تقرأ هذه الزيارة بعد عملية سلفيت، وقبلها كان إطلاق الصواريخ الذي تلاه قصف صهيوني استهدف القطاع؟ نعم، من الجدير ذكر أن الوفد المصري كان في غزة لحظة إطلاق الصواريخ، كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية وغير الإسرائيلية بأن الوفد كان يجلس مع قيادة قطاع غزة أثناء إطلاق الصواريخ، وأنه بناء على التوتر الذي حصل غادر الوفد، وقيل حتى في الإعلام الإسرائيلي أنه بناء على طلب إسرائيلي غادر الوفد قطاع غزة، والآن هو يعود لاستكمال الحوار من أجل التهدئة ومنع تطور الأحداث بشكل سلبي. في هذا الإطار أقرأ الأمر، ولا أعتقد أن الوفد المصري يبحث موضوع الضفة الغربية تحديدا، وإن كان قد يكون يعني على طاولة البحث أو من ضمن جدول الأعمال، ولكن المطلوب هو التهدئة مع قطاع غزة وتثبيتها والاستمرار في المساعي التي كان يقوم بها الوفد المصري من قبل. شكرا جزيلا لك المختص بالشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.